انا دكتوره سلمى، دكتوره صيدلانيه. دي قناتي بقدم لكم فيها معلومات مهمه ومفيده جدا، ما تنسوش تتابعوني. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ايه هي انواع البشره بتاعتنا. تعالوا بينا نشوف. نوع البشره بتاعي ده انا بتولد بيه، وهو بيتحدد على حسب الجينات بتاعتي. اصلا في اربع انواع من البشره، في بشره عاديه، وفي بشره دهنيه، وفي بشره جافه، وفي بشره مختلطه. تعالوا بينا نتكلم عن كل نوع بالتفصيل. اول حاجه البشره العاديه، النورمال سكن. البشره دي بتكون خاليه من العيوب، وهي اصلا بتكون البشره المثاليه. والملمس بتاع البشره ده بيكون عادي، مش بيكون جاف ولا بيكون دهني. حتى الافرازات بتاعتها بتكون متزنه، يعني بيكون في اتزان بين الترطيب والزيوت بتاعه البشره. فلو انت عندك البشره دي فبيكون يا بختك جدا والله. تاني نوع بشره، وهي البشره الدهنيه، الاويلي سكين. البشره دي بيكون مظهرها لامع جدا، وبيكون ملمسها دهني جدا. البشره دي بيكون عندها الغدد الدهنيه النشاط بتاعها زائد، فبتفرز دهون كتير جدا. يعني بلاقي ملمس البشره كلها بيكون زيتي ودهني كده، والبشره دي بتكون معرضه للحبوب، وبتحتاج مني اعتني بيها عنايه خاصه عشان ما يحصليش التهابات واثار للحبوب تتبقى على بشرتي. تالت نوع، وهو البشره الجافه، الدراي سكن. البشره دي بيكون فيها شحوب وبهتان شويه، والملمس بتاعها بيكون خشن ومشقق ومقشف كده وناشف كمان. البشره دي بتكون كمان معرضه للالتهابات بسبب النشفان اللي هي فيه، ما فيهاش اي ترطيب. الغدد الدهنيه اللي في البشره دي بتفرز دهون قليله جدا، وده ادى الى جفاف البشره. فاصحاب البشره دي بيعانوا، وبرده محتاجين يعتنوا بيها عنايه خاصه. رابع نوع، وهو البشره المختلطه، كومباينيشن سكن. البشره دي بتكون مختلطه بين نوعين من اللي احنا قلناهم قبل كده. بيكون عنده تي زون، بمعنى الجبهه بتاعته والانف والذقن بتاعه بيكون كل دهني، اما الخدود بتاعته بتكون يا اما جافه يا اما بتكون عاديه يعني. طيب بعد ما عرفنا كل الانواع دي، انا ازاي بقى احدد نوع بشرتي؟ تعالوا بينا نشوف. اول ما بصحى من النوم بغسل وشي بالغسول بتاعي، تمام؟ طيب كده انا شلت كل الشوائب اللي على البشره بتاعتي. بستنى شويه واشوف التغيرات اللي حصلت على بشرتي عباره عن ايه. لو لقيت مفيش تغيير حصل وعادي، يعني لا في دهون كتير قوي ولا جفاف قوي، فمعنى كده ان بشرتي بتكون عاديه. لو لقيت بشرتي جافه قوي، يعني كده اوفر، فمعنى كده ان بشرتي جافه. لو لقيت دهون كتير طلعت، معنى كده ان بشرتي دهنيه. لو لقيت جزء من بشرتي دهني والجزء الباقي عادي، معنى كده ان انا بشرتي مختلطه. وكل نوع من البشره دي بيحتاج عنايه خاصه بيه، هنعرف ده اكتر في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وبصحة كويسة دايما.